السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة. سنناقش في هذا اليوم استمرار الاحتلال بجرائمه وعدوانه العسكري برا وجوا بغاراته على سكان غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة أنه ارتكب 12 جريمة في غزة خلفت نحو 135 قتيلا في الساعات الماضية، في حين أنهت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة جلسات الاستماع الأولية بشأن القضية المرفوعة ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وبدء المداولات تمهيدا لإصدار قرار مبدئي في غضون أسابيع يتوقع أن يتضمن طلبا بإنهاء الأعمال العسكرية العدوانية على غزة. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا بعد قليل من اسطنبول محمد عياش أحد الناجين من مجزرة في منطقة النصيرات بغزة، وعبر سكايب من لندن الكاتب والمحلل السياسي زياد المنجد، وكذلك عبر سكايب من صلاح الدين بالعراق المحامي والناشط الحقوقي مصعب الناصري، فكونوا معنا. أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونبدأ من محمد عياش عبر الهاتف وهو أحد الناجين من مجزرة منطقة النصيرات في غزة. مرحبا بك أخي محمد عياش، تسمعني؟ حياكم الله، أهلا وسهلا أخي. أهلا بك، لو تحدثنا متفضلا عن الأهوال التي واجهتموها في غزة، ولا سيما مع فقدان عدد كبير من أسرتك في منطقة النصيرات، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، تفضل. أخي، أنت تعلم الحرب هذه لم تمر على غزة من قبل. الاحتلال يرتكب مجازر إبادة جماعية بحق أهل غزة والفلسطينيين بشكل عام، مما أدى إلى استهداف منزلنا بتاريخ 22/11، وكان عن متواجد في منزلنا عدد نازحين 95 بينهم أفراد الأسرة طبعا، أدى لاستشهاد 41 فرد من العائلة أيضا والبقية إصابات. 41 شخص استشهد في أسرتكم يعني؟ صحيح، ال 15 شخص من الدرجة الأولى، يعني الأب والأم والأبناء والإخوة وزوجاتهم وأبنائهم أيضا. طبعا احنا انت عارف في غزة كنا نائمون مثلنا مثل أي شخص، يعني في بيت أعزل. تم قصف المنزل الساعة الثالثة فجرا، يعني أخرجونا من تحت الركام بعد 4 ساعات، ومنهم من خرج بعد 10 ساعات. هناك العديد من الإصابات، يعني ابن أخي الشهيد محمد ابن يوسف مصاب، تم إخراجه بعد 10 ساعات من تحت القصف. وضعه الصحي يعني في خطر، الآن أصبح أفضل إن شاء الله. هو أحمد ابني الناجي الوحيد من أبنائي أيضا يتعافى هناك في الإمارات، وكل في يعني في حاله. مصابين كثير وشهداء كثير، غزة تعاني من الناحية الصحية ومن الناحية المعيشية. يعني غارات الاحتلال غارات الاحتلال العدوانية لا تفرق بين مدني وعسكري، الكل مستهدف في غزة حسب ما تصف، ولكن الاحتلال يتحدث عن مناطق آمنة وقال إنها يعني تهدف لحماية المدنيين قوات الاحتلال. في تاريخ 22/11 الاحتلال كان يقول للناس اذهبوا لمناطق الجنوب، المناطق الآمنة التي يعتبرها آمنة. نحن كنا في منطقة تعتبر آمنة بالنسبة لكلام الاحتلال. نعم، وتم استهداف المنزل والعديد من الشهداء كما قلت لك مسبقا من الأسرة ومن الجيران ومن النازحين في بيتنا وفي بيوت الجيران أيضا.
يعني الاحتلال لا يفرق بين مدني وبين أي شخص آخر، الاحتلال فقط همه القتل والدمار، لا يفرق بين حجر وشجر وإنسان وطفل. يعني نحن فقدنا في منزلنا 20 طفل، عندك 10 نساء، 10 رجال منهم شيوخ ومنهم يعني نساء وكبار في السن، يعني لا يفرق بين أي شيء الصراحة. نعم، من سينتصر لكم برأيكم؟ يعني متى يكون القصاص؟ ما أهمية أيضا ما يجري اليوم بصفتك مواطنا يعني تتابع الأحداث في محكمة العدل الدولية؟ بالتأكيد سمعت عن ما يحدث وتقديم جنوب أفريقيا دعوة ضد الاحتلال، هل برأيك يمكن أن يكون ذلك يعني بداية لمحاسبة مجرمي الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم ومنها الجريمة ضد أسرتكم؟ نعمل يعني نعمل ذلك إن شاء الله. يكون يعني نشكر جنوب أفريقيا على وقفتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وإن شاء الله نأمل أنه تتم وقف الحرب. الناس هناك في غزة صراحة يعانون من المعيشة في الخيام لأوضاع صعبة جدا، وكل هذا يترتب على وقف الحرب. إن شاء الله نأمل في الأيام القادمة أنه يعني قرار جنوب أفريقيا يأخذ به ويتم إنهاء ووقف إطلاق النار إن شاء الله. هل تود أن تطلق كلمة توجهها إلى الرأي العام عموما العربي والإسلامي؟ والله نحن يعني أكيد بنوجه الشكر لكل الشعوب العربية اللي وقفت معنا وللدول إن شاء الله، ونأمل منهم وقفتهم القوية وانتفاضة كاملة لصد العدوان عن الشعب الفلسطيني وخاصة غزة. نعم، كان الله في عونكم من إسطنبول، إذن أحد الناجين من مجزرة في منطقة النصيرات بغزة محمود عياش، شكرا جزيلا لك. إذن نرحب بضيفينا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لندن، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ زياد المنجد. مرحبا بكم أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. كذلك أرحب عبر سكايب من محافظة صلاح الدين في العراق المحامي والناشط الحقوقي مصعب الناصري. مرحبا بك أستاذ مصعب معنا. أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الدعوة، نتمنى أن نكون ضيوف خفيفي الظل عليكم. لو أبدأ منك أستاذ مصعب، بصفتك محاميا وناشطا حقوقيا، ما أهمية ما يجري اليوم في محكمة العدل الدولية وأن تقدم دولة كجنوب وهي جنوب أفريقيا هذه الدعوة لمحاولة البدء في محاسبة جرائم الاحتلال الصهيوني ولو بشكل رمزي، ما أهمية ذلك برأيك للضحايا؟ بداية يعني أجدد شكري لهذه الدعوة. ثانيا أبدأ من حيث انتهيت. يعني جنوب أفريقيا اليوم بادرت مبادرة لم تكن بالحسبان، وحتى الدول العربية الصديقة والدول العربية اللي هم أصحاب القضية اليوم لم يبادروا بهذه المبادرة. هذا يعني أن هناك تخاذل. يعني أنا أرى أن هناك العديد الشعوب ليست متخاذلة، لكن الحكومات متخاذلة، الحكومات مطبعة مع الكيان الصهيوني وتبحث عن السلام مع أطراف لا تريد السلام، لا في المنطقة العربية ولا في الشرق الأوسط، ولا تريد أن تكون دولة عربية قوية موجودة. إذن هذه المحاكمة هي حتى وإن لم تأتي بثمارها وحتى وإن لم تأتي بنتيجة حقيقية للشعب الفلسطيني والقضية العربية الأم، لكنها يعني هي طفرة نوعية حققتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، واستطاعت أن تقيم هذه الشكوى واستطاعت أن تثبت بالأدلة وعرضت الكثير من الأدلة على القضاة في هذه المحكمة، وبينت الأساليب الممنهجة في قبل الكيان الصهيوني وجنود الاحتلال كيفية التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وكيفية ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين العزل، وكيفية ارتكاب هذه الجرائم من قبل حتى جنود الاحتلال الذين يروجون على أنهم جنود السلام، لكنهم بالحقيقة هم ليسوا جنود السلام، هم جهود محتلين ومغتصبين لهذه الأراضي العربية.
أيضا أستاذ زياد في الموضوع نفسه، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة أستاذ زياد لجنوب أفريقيا؟ هل برأيكم ستشجع أيضا دولا أخرى أستاذ زياد؟ لا شك أنه إقدام جنوب أفريقيا على رفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية على الجرائم التي ارتكبها الصهاينة بحق أهلنا في فلسطين خطوة جيدة ورائعة، وكنت أتمنى يعني أن يقدم بلد عربي من المطبعين، حتى يعني في بعض الأقطار العربية غير المطبعة تقول أنها لا تريد رفع دعوى، لأن رفع الدعوى أمام محكمة دولية يعني أنها تعترف بالكيان الصهيوني. فأنا هنا لا أريد أن أطلب من دولة مطبعة، إنما من دولة أخرى أو من دولة غير مطبعة، إنما من دولة مطبعة، ولكن هذا لم يحصل على الإطلاق. هذه المحاكمة هي سابقة، لم تحصل منذ أن احتل الكيان الصهيوني أرض فلسطين، ورغم أن الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا الفلسطيني مستمرة منذ عام 1948 وقبل 48 عندما أتت عصابات الهاغانا وغيرها لاحتلال الأراضي الفلسطينية، مارس الصهاينة الكثير من الجرائم، ولكن كانوا محميين بالقوى الدولية التي تسهل لهم عملهم. أما الآن يعني أصبح الأمر غير ذلك على الإطلاق، أصبحت هنالك للشعوب صوت، وبدأت الدول التي عانت من الاحتلال وعانت من القهر كجنوب أفريقيا أصبحت يعني تشعر بالممارسات التي يمارسها الصهاينة لأنها مورست ضدهم، وبالتالي قامت جنوب أفريقيا بتقديم دعوة، وهذا عمل رائع جدا، وأتمنى أن يأتي بثماره، ولو أنني يعني لا أريد أن أحبط الآخرين، ولكن هذه المحكمة التي شكلت بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يعني المنتصرون في الحرب العالمية الثانية هم الذين وضعوا أساسا لحكم العالم وسخروا العالم من خلال هيئة الأمم المتحدة لمصلحتهم. هذه المحكمة رغم أنها يعني مهمة جدا، ولكن يحق للدول الخمسة الدائمة العضوية نقض قرار المحكمة، وبالتالي فما الذي سنستفيده إن استمرت؟ ولكن تسلط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الصهاينة بأهلنا، وهذا شيء لم يكن ليحصل في السابق. من هنا أيضا أستاذ مصعب، يعني إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه القضية نفسها مهمة في ممارسة مزيد من الضغط أو الضغوط الدولية لنقل على هذا الكيان المحتل كي يوقف هذا العدوان ولو حاليا على غزة، ثم بعد ذلك تأتي المحاسبة؟ يعني بكل تأكيد يعني هذه الشكوى هي تمثل وسيلة من وسائل الضغط على الاحتلال الصهيوني، وتمثل وسيله من وسائل الاحتجاج على انها انا لا اريد ان اخوض ان هناك اعتراف في حال اقامه الشكوى. الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها والدول الخمس هم من يقودون قرارات محكمه العدل الدوليه، وهم يقودون قرارات الامم المتحده، وشاهدنا سابقا حول إصدار مذكرة قبض على بوتين، بينما العراق قدم شكوى في لحظة دخول القوات الأمريكية للاحتلال عند الاحتلال، ولحد هذه اللحظة لم نرى أي تدابير أو أي إجراءات بحق بوش وغيرهم. لكن يعني هناك هذه وسيلة من وسائل الضغط، هذه وسيلة من وسائل كشف زيف الاحتلال. يعني حقيقة اليوم ما يحصل في محكمة العدل الدولية هو كشف لزيف الاحتلال. الاحتلال اليوم يخرج علينا مطبعوه، ويخرج علينا قياداته والشخصيات المؤثرة فيه والمتحدثين باسم قواته، اليوم يخرجون كأنما هم جنود سلام، كأنما هم مرسلين حتى لكي يحرروا هذه الأراضي وهي ليست أراضيهم. يعني ولهذا أنا أرى أن المحامي جنوب أفريقيا عندما قدموا الأدلة
انبهر الجميع الحاضرين في هذه الأدلة، بحيث أثبت بالدليل القاطع أن هناك فيديوهات كانت تصور من داخل معسكرات الاحتلال، ومن داخل هذه المعسكرات يعني تحث على العنصر الطائفي، تحث على قتل العرب، تحث على قتل كل شخص موجود في غزة، وحتى إن كانوا مسيح. يعني هم يستخدمون سياسة الأرض المحروقة، حتى اللي الأشخاص الذين ليس لهم دخل في هذا الموضوع هم كانوا مستهدفين من خلال خطابات الاحتلال. إذن يعني هذه الحالة هي وسيلة من وسائل الضغط، وأنا أرى أنها ستأتي بثمار، لكن الثمار يعني لم تظهر لحد هذه اللحظة. قرارات المحكمة تحتاج إلى وقت كبير، ونحن نحتاج إلى وسائل أخرى للضغط على الاحتلال وجنود الاحتلال للوقف بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فلسطين. لكن أستاذ مصعب، هل تتوقع أن تصدر المحكمة على في أقل تقدير يعني قرارا بإيقاف العدوان الآن؟ يعني هناك طلب مقدم في الجلسة الثانية، مقدم لإيقاف إطلاق النار، ولكن هذا الطلب لحد هذه اللحظة لم يبت فيه قضاة المحكمة، وهناك موعد للمرافعات وهو مستمر يعني، وإن شاء الله يكون لصالح يعني، وإن كانت الإرادة الدولية لا تريد للشعب العربي ولا تريد لفلسطين ولا تريد للأخوة العرب أو لا تريد لنا نحن العرب أن نكون قوة ماسكة وقوة متماسكة فيما بيننا، لكن هناك إرادة حقيقية من قبل العرب ومن قبل الشعوب العربية على أن نكون أصحاب قضية، ندافع عن قضايانا، نتمسك بقضايانا، وفلسطين هي القضية الأم لكل العرب. نعم أستاذ زياد، بخصوص الحراك الدولي، ما أهمية التظاهرات برأيكم التي خرجت اليوم في لندن و هولندا والعديد أيضا من مدن العالم دعما لغزة والمحاكمة التي تجري في لاهاي ضمن إطار سمي التحرك العالمي من أجل غزة؟ هذه التظاهرات حقيقة يعني شكلت كما قلت سابقة، يعني منذ أن احتل الصهاينة فلسطين و الجرائم التي ارتكبها على مدى السنين، لم يكن للعالم أن ينتبه إلى أن هنالك شعب يقتل، وبالتالي كانت الحكومات والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في نقل الحقائق، وكانت سابقا وسائل الإعلام تخفي هذه الأمور عن الجماهير، والآن أصبحت الأمور كلها مفتوحة، وبدأت الشعوب تشعر بأن هنالك جرائم ترتكب في فلسطين، ولذلك تداعت إلى نصرة هؤلاء المستضعفين في الأرض. ما جرى من تظاهرات منذ بداية طوفان الأقصى إلى يومنا هذا دليل على أن شعوب العالم التي كانت تخفى عنها كل هذه الجرائم أصبحت هي مدركة لأن هذا العدو الصهيوني يمارس القتل بأهلنا، وبدأت تتظاهر في الساحات لتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. اسمح لي أستاذ زياد، سأعود إليك وإلى مشاهدينا الكرام. نتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فاصل ونعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام من الرافدين ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية بشأن العدوان على غزة. أستاذ زياد، لم نجد قبل الفاصل كنت تتحدث عن أهمية هذه التظاهرات التي تجري في مدن العالم المختلفة دعما لغزة، تفضل أستاذ زياد. هذه التظاهرات حقيقة تشكل ضغطا على حكومة هذه الدول. معظم الدول الأوروبية تقف مع العدو الصهيوني ويعني تدعمه في قتل أهلنا في غزة، والشعب في هذه الدول
يعني يتظاهر ليشكل ضغطا على هذه الحكومات. ألمانيا منذ بداية معركة طوفان الأقصى منعت التظاهر، والآن اليوم والآن وأنا أتكلم معك هنالك تظاهرة في برلين وفي فرنسا، في بريطانيا، في كلها وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كل هذه الحكومات تلك الدول تقف مع الصهاينة، والشعب أصبح يدرك حقيقة الموقف وحقيقة العدوان الصهيوني على أهلنا. ذلك شيئا أستاذ زياد برأيك، أم نعم، أنه سيكون مجرد تنفيس لهذه الشعوب مثل ما جرى سابقا مع العدوان على العراق، يعني لم يغير شيئا؟ طب يعني نحن نقول عندما يعني يتعلق الأمر بمصالح تلك الدول، نعم، فالدول تتصرف وحسب ما تقتضيه مصالح الإدارة أو الحكومة الحاكمة. أما الآن عندما احتل الأمريكان العراق كان هنالك إرادة قوية لاحتلال العراق، والتظاهرات في كل الدول لم تفعل شيئا. أما هنا فالإرادة الشعبية ستضغط بشكل أو بآخر على حكومات تلك الدول لكي تعيد النظر، وقد لا تفلح في إيجاد يعني طريق لهذه الممارسة، ولكن تشكل ضاغطا نوعا ما لتغيير سياستها. ولكن يعني هذا أمر طويل، طالما نحن العرب صامتون، هذا أقل واجب. يجب نحن أن نبدأ بالكلام، يعني كدول وكحكومات، نحن جميعنا كحكومات صامتون. ولذلك عندما تصمت هذه الحكومات، فالدول الأخرى يعني الفاعلة في المشهد تتصرف كما يريد الكيان الصهيوني. لدينا نحن لو أردنا أن نفعل شيئا لدينا إمكانيات كبيرة، ولكن هذه الإمكانيات يعني غير مسخرة. في 73 استخدمنا هذه الإمكانيات وأثرنا على هذا الموضوع، ولكن لا تريد هذه الحكومات المطبعة أو السائرة نحو التطبيع فعل شيء من هذا القبيل. أستاذ مصعب، ما عواقب تعدد الدعاوى التي قد تحدث مستقبلا ضد الكيان المحتل الصهيوني في محكمة العدل الدولية برأيكم، يعني في حال تكررها بعد هذه الخطوة التي هي تمثل الدعامة الأولى ضد الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية بلاهاي؟ حقيقة يعني محكمة العدل الدولية أسست على أساس النزاعات الدولية، ويعني اليوم يعني هناك يعني سلب لحرية دولة فلسطين. لاحظنا في الفترات السابقة أن دولة فلسطين لا تتمتع بالعضوية في هذه المحكمة، أو لا يمكنها إقامة دعاوى في هذه المحكمة، فأجبر الآخرون والأصدقاء والشركاء ومن يعد العدة أنها فلسطين هي جزء من كيانها الخاص، أجبر على إقامة دعاوى. تعدد هذه الدعاوى سيمثل وسائل ضغط على الحكومات، وسيمثل وسائل ضغط حتى على الدول العظمى. اليوم إذا استخدمنا القوانين أو ما شرعه الاحتلال وما شرعته الدول الصديقة للاحتلال، ما شرعته استخدمناه ضده بنفس الأدوات بنفس النقاط بنفس الإمكانيات، سنستطيع الضغط على الاحتلال، وليس فقط الاحتلال، حتى على الدول العظمى في استحصال الحقوق. يعني حقيقة لو كانت هناك إرادة حقيقية من قبل جميع الدول العربية في إقامة دعاوى منفردة في المحكمة، ولكل دولة دعوة مستقلة على هذا الكيان وعلى هذه الجرائم، واعتبار هذه الجرائم ضد الإنسانية، لخلقنا قضايا رأي عام في عموم العالم وليس في عموم الشرق الأوسط. لذلك يعني أنا أقول أن التخاذل الذي حصل وأن الخذلان الذي حصل للشعب الفلسطيني ليس من الشعوب، إنما من حكام البلدان العربية، لأنهم هم جزء من هذه المنظومات، وهم جزء من العمل، وهم جزء من يعني جزء من هذا العمل. إذن يعني حقيقة تعدد الدعاوى أمر ضروري، ولكن هل هناك دولة تستطيع أن تجابه ما حصل في جنوب أفريقيا؟ أنا أعتقد ليست هناك دولة.
لان اليوم حتى وان كانت هناك دول لم تشرع للاحتلال، لكنها غير قادره على اقامه الدول، يعني هناك المصالح الاقتصاديه تضرب ضرب المصالح الاقتصاديه، وامريكا اليوم متمسكه باسرائيل، واذا الخوف على المصالح الاقتصاديه لكل دوله. مع ذلك تعدد الدعاوى امر ضروري. نعم استاذ زياد، في سياق هذا التحرك الشعبي الدولي الضاغط على الحكومات الغربيه، برايكم ما اهميه تعريه الموقف الصهيوني، ولا سيما مع استمرار استغلاله للغرب عموما وعلى راس الولايات المتحده وكذلك اوروبا في دعمه؟ ولناخذ ما يحدث اليوم نموذجا في المانيا التي اعلنت صراحه انحيازها للمواقف الصهيونيه، وقد عزا ذلك بعضهم الى الشعور بما سماه عقده الذنب من الهولوكوست ضد الصهاينه سابقا. طبعا الصهاينه، ولا اقول يهود، الصهاينه يعني دائما يحاولون التعبير والقول بأنهم مضطهدون في العالم، ولذلك فعندما يمارسون حقهم في الوجود ويمارسون قتلهم فهذا دليل على أنهم يريدون الاستقرار والهروب من اضطهاد العالم لهم. بالنسبة للدول الأخرى يعني ليس هنالك شيء يعني يمكن الحديث عنه في بخصوص اضطهاد اليهود إلا في ألمانيا، ولكن ما ارتكبه النازيون بحق اليهود في فترة قصيرة لا يشكل 1% مما ارتكبه الصهاينة منذ احتلال فلسطين إلى يومنا هذا. والحكومة الألمانية للأسف الشديد تحاول قدر الإمكان أن تقف وتسترضي الكيان الصهيوني تكفيرا عن ذنوبها كما تقول يعني في حرق وقتل الصهاينة، ولكن هذا الأمر لن يطول، يعني حتى يعني هنالك جزء كبير من الشعب الألماني بدأ يعي حقيقة هذا الكيان، وأن هذا الكيان يرتكب من المجازر الكثير. ما كان يجري في الأربعينات ليس هو أربعينات القرن الماضي، لا يمكن أن يتكرر في القرن الحادي والعشرين، ولذلك فالكثير من الشعوب بدأت تدرك حقيقة هذا الكيان وبدأت تسعى من أجل فضحه، والمظاهرات التي تجري اليوم في كل مكان لم نعد يعني هنا أذكر شيء، يعني التظاهرات التي حصلت في أمريكا بالنسبة لتأييد الفلسطين والفلسطينيين وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني غير مسبوقة، يعني التظاهرات حتى وصلت إلى البيت الأبيض ودخلت إلى البيت الأبيض، هذا أمر جديد لم نكن لنسمعه أو يعني أو نسمع به أو يحدث في السابق. لذلك فكل هذه الأمور بدأت تتضح للناس، وبدأ الناس يشعرون بزيف الشعارات والإدعاءات الصهيونية ولوسائل الإعلام كما ذكرت ووسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في هذا الأمر وفي تعرية الموقف الصهيوني. أستاذ مصعب، أيضا على ذكر ألمانيا نعود إلى هذا الموقف، برأيكم من وجهة نظر القانونية طبعا ما التأثيرات المتوقعة من دخول ألمانيا وإعلانها دعم هذا الكيان المحتل في مواجهة الدعوة المرفوعة طبعا ضده في محكمة العدل الدولية بلاهاي؟ طبعا أنا سبق لي وأن تحدثت معكم حول هذا الموضوع وقلت أن في صريح العبارة هناك أدوات وهناك دول متنفذة وهناك الدول الخمس ومنها ألمانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول لا تريد الإطاحة بإسرائيل ولا متمسكة بإسرائيل، وهي قادرة وهي مستعدة أن تقاتل بالنيابة عن إسرائيل. لذلك من البديهي أن تعلن اليوم دولة ألمانيا دفاعها عن إسرائيل
على اعتبار انهم يعني اليوم يمثلون ما يمثلون مثلا من افكار اسرائيل او يمثلون او الجانب الذي تم اضطهاده سابقا، يعني بهذه النظريه. لكن بالحقيقه يعني اليوم المانيا والدول الاخرى يعني هذا الدعم اللامسبوق والغير اعتيادي، هذا الدعم لم تحصل عليه اسرائيل اليوم. اسرائيل تجذرت بهذه الارض وباراضينا، تجذرت لكونها تسلطت على رقاب الناس من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الدول العظمى ومن خلال القضايا. ولهذا يعني اليوم نراهم يمتلكون سلاح ويمتلكون عدة وعدد ويمتلكون غير من هذه التصرفات. إذن يعني حقيقة الموضوع جدا مهم، الموضوع أن الدعم ألمانيا سيزيد من عزيمة إسرائيل، لكن في النهاية نحن نؤمن أن العدالة لابد أن تنتصر في النهاية. الشعب الفلسطيني عانى ما عانى من نكبات وويلات، وعانى من جرائم ارتكبها الاحتلال ومورس ضده بشتى أنواع الطرق، لذلك سينتصر الشعب الفلسطيني سواء شاءت الدول العظمى. وهذه القضية سأقولها بملء الفم، هذه قضية كل العرب، قضية لو تخلى عنها الجميع سيبقون الأطفال العرب هم من يدافعون عن القضية العربية وليس الحكام العرب. ولكن أستاذ مصعب مرة أخرى، يعني هل من تأثير لهذا الدعم الغربي والوقوف مع هذا الكيان وألمانيا أنموذجا، هل سيؤثر في قرارات محكمة العدل الدولية؟ ونحن نعلم أن فيها قضاة نزيهين يعني دوليين يعملون بنزاهة. هناك تأثير من قبل الدول العظمى ومنها ألمانيا، لكن بالنهاية يعني لن تؤثر على القرارات بشكل جدا كبير، يعني لن تؤثر بنسبة 60% إلى 70%، لكنها ستؤثر بجانب معين، ستضغط بهذا الاتجاه بنسبة 20% إلى 10%، لكن بالنهاية هي لن تؤثر بتلك النسبة الكبيرة. نعم. أستاذ زياد، كيف تقرأ ما يجري يعني بعد هذه المحكمة وجلساتها؟ كأن الاحتلال قد رد بوحشية على الشعب الفلسطيني في غزة، يعني حتى الآن نقرأ في الساعات الماضية فقط 12 مجزرة أو جريمة ارتكب الاحتلال ضد الأسر الآمنة التي من المفروض أن تكون آمنة في بيوتها في غزة، حتى الآن أكثر من 135 قتيلا في غضون ساعات ومئات الجرحى. يعني هذا يدل عزيزي على استمرار الكيان الصهيوني في جرائمه وفي قتله لأهلنا، يدل على أن هذا الكيان لا يعير اهتماما للعالم على الإطلاق، وهو ضامن بأنه لا يمكن أن يحصل على ردع من أي دولة في العالم. هو الدول العميقة التي تحكم العالم مسيرة من قبل من يدعم هذا الكيان، ولذلك فهو لا يدير أي اهتمام لهذه المحكمة أو غيرها من المحاكم. وبالتالي فاستمرار العدو الصهيوني في جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني نابع من أنه يريد إنهاء القضية الفلسطينية على أكمل وجه، ويريد أن يجعل سكان غزة ينزحون من أراضيهم ويهجرهم بالقوة من أجل إنهاء القضية الفلسطينية. لم يعد في فلسطين شيء يذكر بالقضية الفلسطينية إلا سكان غزة ومقاومة الثوار في غزة. إذا انتهى الكيان الصهيوني من هذه العملية فستنتهي القضية الفلسطينية بالنسبة له، ويحصل على كامل أراضي فلسطين، ويبحث بعد ذلك في إنشاء دولته الكبرى من الفرات إلى النيل. ولذلك فهو مستمر وسيستمر، لو رفعت 20 أو 30 دولة ضده دعوى في كل محاكم العالم هو مستمر، طالما أن حكومات الدول الكبرى وصمت العرب هو الدافع له لإنجاز جرائمه في هذا المجال. فلذلك لا تتوقعوا يا أخوان أن هذه المحكمة أو غيرها من المحاكم قد تؤدي إلى ردع الكيان
الصهيوني، ما يؤدي إلى ردع الكيان الصهيوني شيء واحد، وهو إعطاء أو إعادة الحرية والإرادة للشعب العربي لكي يلعب دوره في تحقيق مصيره وفي ردعه لهذا العدوان. كل الشعب العربي من المحيط إلى الخليج هو مع قضية فلسطين، مع أهلنا في فلسطين، ولكنه شعب مغيم بفضل إرادة هؤلاء الحكام الذين بعضهم مطبع وبعضهم سائر إلى التطبيع وبعضهم صامت. إذن هذا الأمر لا يمكن أن تنهيه، هذا قوة الاحتلال وجرائم الاحتلال لا يمكن أن تنهيه محكمة أو محكمتين أو ثلاثة، لا يمكن أن ينتهي إلا بإرادة الشعب العربي، وعندها سينتهي الاحتلال وإلى الأبد. في سياق ذلك أستاذ مصعب، وسط هذا العدوان المستمر والذي اشتد بعد جلسات المحكمة يعني في الساعات الماضية بهذه الكيفية التي ذكرناها ضد الشعب الفلسطيني بوحشية، ماذا يتوقع من هذه المحكمة الدولية؟ لا نقل على حساب يعني محاسبة المجرمين، ولكن في أقل تقدير على إصدار قرارات احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين الآن في غزة. هل من المتوقع إصدار قرارات بهذا الشأن في الأيام المقبلة؟ هناك مطالبات من قبل فريق الدفاع ومحامي جنوب أفريقيا في إصدار تدابير احترازية تجبر أو تلزم الدولة العضو والكيان، تجبر على وقف إطلاق النار وتجرم الأفعال التي ارتكبها الكيان والجيش الاحتلال، واعتبارها جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. فنتمنى أن تكون هناك قرارات سريعة وعاجلة لوقف إطلاق النار وإلزام الدولة الأعضاء بهذه القرارات، لكون هذه القرارات هي ملزمة، والمحكمة العدل الدولية هي محكمة دولية خاصة بالنظر بهكذا منازعات دولية، ويجب على الكيان وجنود الاحتلال وجميع الأطراف في هذا النزاع احترام الإرادة الدولية واحترام ما قرارات المحكمة، لكونها هذه القرارات ستصدر بعد الاطلاع على جميع الأدلة واطلاع على جميع الحيثيات في هذه الدعوة، وهناك الأدلة التي وثقت من قبل بارتكاب جيش الاحتلال جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، وهذا واضح للعلن من خلال الفيديوهات التي انتشرت ومن خلال الصور ومن خلال غيرها من التفاصيل. إذن يعني الموضوع يعني أن نحن نأمل أن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل المحكمة في إيقاف سفك الدماء في فلسطين وغزة بالتحديد. أستاذ زياد، ألا ترى أن الكيان الصهيوني اختار الوقت المناسب لأن يقوم بالعدوان بهذه الطريقة الوحشية بهذا الصلف من دون أي رادع إقليمي؟ لنقل في ظل ما حدث في السنوات الماضية، كما تعلمون ليس هناك أي قوة ردع عربية أو إقليمية تحاول ردع هذا الكيان، وكذلك في ظل يعني انكشاف زيف محور ما يسمى محور المقاومة. يعني العجيب والغريب أن هذا المحور منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي صدع رؤوسنا بالمقاومة والممانعة وتحرير القدس وتحرير فلسطين، لم يحرك ساكنا سوى بعض الألعاب البهلوانية، سواء من ذراع حزب الله أو من الحوثيين في اليمن، وحتى ردع الحوثيين في اليمن خلال المعركة أو الهجوم الذي شنه الأمريكان والبريطانيين يوم أمس. الدلائل تشير إلى أن الأمريكان أبلغوا الحوثيين بهذا الهجوم وأعطوهم التفاصيل. إذن يعني غياب الردع، وأنا هنا أركز دائما على أنه لا يمكن أن تحل قضية فلسطين إلا بالإرادة العربية. هذا المحور الذي تتزعمه إيران لو كان صادقا في دعم أهلنا في فلسطين
منذ عام 1979 ورفع شعار تصدير الثورة وتحرير القدس لا كان الفعل الكثير، وهو بشكل أكيد، وأتحداهم أن يقدموا لي اسم قتيل إيراني واحد على أراضي فلسطين. فهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بهذا الشكل. هم يريدون رفع يافطة تحرير فلسطين لتحقيق مصالحهم والتوغل في الأرض العربية والأخطار العربية، وهم دورهم مكمل للصهاينة. الصهاينة يقتلون في أهلنا في غزة، وهذا المحور المقاوم الممانع يقتل أهلنا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان. هم مكملين للصهاينة، لذلك لا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا شيئا سوى يعني إكمال الجريمة الصهيونية بحق الشعب العربي بأكمله، الصهاينة بحق الفلسطينيين، وهذا المحور الذي تتزعمه طهران بحق شعبنا في الأقطار العربية الأخرى. الفلسطين أعيد وأكرر لا تتحرر إلا بالإرادة الشعبية العربية، وعندما يحصل الشعب العربي وأكررها دائما على إرادته الحرة يمكن أن يكون ذلك بداية الطريق لتحرير فلسطين. أما إرادة الشعب العربي مغيبة فستبقى إسرائيل وتتمدد وتحقق حلمها لإنشاء دولتها من الفرات إلى النيل. أستاذ مصعب، في سؤال أخير لك متفضلا، يعني على غرار محكمة العدل الدولية هل يمكن تحريك قضايا أخرى مماثلة لمنظمات دولية مستقلة في محافل أخرى حقوقية مثلا؟ يعني حقيقة السبب الذي أنشأت من أجله محكمة العدل الدولية هو النظر في النزاعات الدولية، وهذا واضح من خلال الاسم اسمها الصريح. أما موضوع عملية تحريك المنظمات المجتمع المدني أو منظمات دولية دعاوى، هذا موضوع يعني يفقدها الصفة، يعني ماكو الخصومة، عدم وجود الخصومة بين الأطراف، فإذا ماكو أي يعني مستحيل أن تقيم أي حتى منظمة. حقوق الإنسان مثلاً أقصد منظمة حقوق الإنسان مراكز حتى هناك مراكز دولية ما يمكن أن تقام أي دعوة إلا باسم الدولة. لكن هناك ممكن أن تحضر هذه المنظمات الجلسات، يعني شاهدنا مثلاً أصدقائنا في مراكز دولية منظمات دولية تعتني بحقوق الإنسان حضروا جلسات المحاكمة وشاركوا في إبداء آرائهم وسجلوا ملاحظاتهم على المحاكمة وسجلوا ملاحظاتهم على الطرح وآلية الطرح وأساليب الطرح. إذن يعني هناك إجراءات متبعة من قبل المحاكمة ومن قبل هي نفسها المحكمة. أما موضوع إقامة الشكاوى من قبل منظمات ترفع تقارير إلى الادعاء العام والدعاء العام يحرك الشكوى، هو صاحب الحق في تحريك الشكوى مع باقي المنظمات. إذن شكرا جزيلا لك عبر سكايب من صلاح الدين في العراق المحامي والناشط الحقوقي مصعب الناصري، وكذلك شكرا جزيلا لكم أستاذ زياد المنجد الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من لندن. الشكر مشاهدينا الكرام، إذن موصول لكم في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.